مقال عكاظ السعودية بعدما ضرب أردوغان خاصرة العرب بحجر الغزو العثماني موكب حفيد إسماعيل باشا، هل يمر في شارع الملك نمر بالخرطوم؟ ألا تعتقد بأن الاهتمام الكثيف بهذا التاريخ وبحضوره هو واحد من الأشياء التي شجعت بين قوسين على المشاغبة على هذه الزيارة وعلى استدعاء التاريخ وطلب الاعتذار منه والمناوشة به؟ والله الطاهر، انا اعتقد انه استخدام التاريخ في هذه الزياره يعني لا يخلو من الانتهازيه السياسيه او محاوله للكيد السياسي عبر الاستثمار في وقائع تاريخيه. كثير من الشعوب لو كانت تحتغي دولة في الماضي وتنظر الى الماضي بغضب وغيظ لما حققت ازدهار ولما حققت علاقات مع كل الاطراف. نحن الآن لدينا علاقات مع بريطانيا ولدينا علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ولدينا علاقات مع دول، أنا أتحدث عن كل دول المنطقة، يعني كان لها إرث استعماري. فبالتالي لا أعتقد أنه من العدل والنزاهة حصر ومحاكمة الدولة السودانية فقط بالتاريخ وبما كان. الشعوب الآن، تركيا تقدمت لأنها نظرت إلى المستقبل، صحيح أخذت كثير من موروث الماضي معها لكنها في الأساس نظرت إلى المستقبل، واستطاع أردوغان أن يحقق نجاح كبير في المجتمع التركي وفي الدولة التركية، حيث كانت صادراته 13 مليار وأصبحت اليوم أكثر من 153 مليار، وده تطور كبير جدا. أردوغان ذاته سدد العجز الميزانية البالغ 47 مليار، وكانت في آخر دفعة دفعتها الحكومة التركية 300 مليون دولار. كل هذا النجاح الرقمي يجعل الحكومة السودانية والدولة السودانية تنظر لتركيا كنموذج للنهضة ونموذج للرفاهية الاقتصادية ونموذج ل عدم اسقاط الموروث، عدم اسقاط القيم، عدم اسقاط المبادئ. الان اردوغان حقق المعادله الاقتصاد مع القيم، مع القيم الاسلاميه، مع الانحياز للقضايا الكبرى. هذه اعتقد انها هي معادله رابحه، لانه في كثير من الدول في سبيل نهوضهم الاقتصادي يسقط عنهم كثير من القيم، كثير من الاختبارات، كثير من المبادئ، كثير من الأشياء الأخرى. وفي بعض الدول وبعض الحركات ترفع هذه الشعارات وترفع هذه القيم وتجهل أو تهمل الجوانب الاقتصادية. فلا أعتقد أنه الزيارة لها علاقة بالاستقطابات التحالفات في المنطقة الآن، وليست لها علاقة بالمرارات التاريخية، بالعكس هي فيها تجاوز لذلك الإرث القديم. يعني عندما